سيدة نوني هسمس كرر بيان ابن القيم رحمة الله تعالى لا دبل والله ما خوف زنوب الله تعالى صلت كسر ميشن غنه ينخوف كي ميشن غنه ينخوف كي ميش أخ وقت بطاطا كي لا على الطريق الأفي والغفران الله تعالى شو مغفرة كربو الله تعالى شو ترقو زكر النور ينصات المقصص بهم اسم مافي بهم اسم مغفرة فربان سوچو عفو تو درد و ذکر الوال تم چه بات تمس سی توب اسم استغفار اس اللہ سکر رجو یا دل اس تراوین یا دل اس من چه مینی دل اس تراوین خراف حاصری اگر چه بچن چه یا آخرت اس اندر اگر دنیا اس من چه بچن چه تل کرت رجو الاللہ نبن ابن القیم رحمه اللہ مچ خاف لكنما أخشى إن سلاق القلب أن تهكيم هذا الوحي والقرآن مش سرب خاف يهوي يا دل سكم راني قرآن سنة قرآن سو دل معني من قرآن خكم كي رزن بآرائي رجال وخرسها الدل أساسا تتصن قتل لكم هم ساس الرب سس قطعت نمس بسند كي انسان کرن کا سوری آسان درس یا اس سے زبردست موٹیویشن دن وہ ساری بات یا اس سے زبردست سفیج کرن وہ ساری بات مگر یہ ساتن اللہ تعالیٰ سنس کا تھا اس تم سات دمنا اس نظر میں پکنی تم سات سے کنن گسن گوڑی کنن گسن کنن چوزن تم بھی من بھائی اور یہ فتنہ سن نوجوان میں خاطر انتہائی زبردست یہ ایجوکیشن تھو مختلف تھو میڈیا تھو ہر لحاظ